رسالة شديدة اللهجة وجهها عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم بعد نزول خبر استدعائه من قبل لجنة الانضباط للحزب بسبب منشور كتبه على صفحته الرسمية الفيسبوك يطالب فيه بإقالة الوزيرة بن غبريت. سيناتور الأفلان انتقد فيه تعامل ولد عباس مع أعضاء اللجنة المركزية ونواب الغرفتين خصوصا في إبداء الرأي والتعبير عن مواقفهم. تفاجأت واندهشت أني أرى في الإعلام أني أستدعى من الإعلام إلى لجنة الانضباط كعضو مجلس الأمة منتخب. إذا كان لجنة الانضباط من أجل أن أدافع عن حريتي وعن حريتي في الكلام بما يكفله للدستور. تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أثارت جدلاً إعلامياً بعد أن أكد أن توقف إضراب الأساتذة جاء بعد وساطة حثيثة بين المجلس الوطني لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية الكنابست ووزيرة التربية الوطنية، وهو ما نفته النقابة جملة وتفصيلة. إذا لم تستطع الوزيرة تحمل مسؤولياتها وحينما وصل إلى قطع الأرزاق طالبت من فخامة رئيس الجمهورية إقالتها. أنا أعرف صلاحيات سيد رئيس الجمهورية، أنا مشرع ولا أتدخل في صلاحيات رئيس الجمهورية أبدا. تأويلات كثيرة هنا وهناك تلف تصريحات ولد عباس التي اعتبرها كثيرون مسيسة، في وقت تبقى 27 ألف مؤسسة تربوية يطاردها شبح السنة البيضاء بعد أن مس 7% منها الإضراب.